نظمت جمعية إسراء للثقافة والعلوم لولاية سكيردة بالتنسيق مع مدرسة الجنان لتحفيظ القرآن وتعليمه لبلدية تملوس ورشة عمل للأطفال بعنوان القدس في قلوب أطفالنا بمشاركة عدد كبير من الأطفال. مثل هذه الأنشطة تعتبر ثقافة وطنية تحظى باهتمام ومشاركة فعالة للهيئات الحكومية والمنظمات والجمعيات، وتأتي هذه الفعالية في سياق برنامج أيام الثقافة الوطنية من تقديم شروحات يتعرف من خلالها الطفل حول المسجد الأقصى والفرق بينه وبين القبة الصخرة، كذلك التعريف بليلة الإسراء والمعراج والعبر المستقاة منها. وتونس وليبيا، حيث شارك صلاح الدين الايوبي